بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، شوط آخر ينطلق وانطلاقة أخرى بدأت كما نتابع هذه الانطلاقة الخاصة بالجعدان المعجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. هذه هي الفترة المسائية التي خاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ. مشاهدينا عبر قناة ياس الرياضية، أجمل تحية لعشاق هذه الشعارات، لعشاق هجن أصحاب السمو الشيوخ وجماهيرها. مشاهدينا في كل مكان الآن، ونتابع معكم مقدمة الشوط والمركز الأول. هناك من يبدأ المركز الأول، هناك الصدارة، هنا مقدمة الشوط مع شعار السمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم الذي يتقدم مع بن حلوة في صدارة الشوط والمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني عنيد أيضا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان. يتقدم الصادق فضل الأمين، يخطف المقدمة في هذه اللحظات. النقلة القادمة والدخول مع هناك منازع، وصل الشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم. المكتوم يقدم لنا سعيد بن عبيد السبوسي. النقل القادمة والمركز الرابع، الوصول والقدوم من الجانب الآخر. هناك الشعار الحمر الخطر يتقدم في هذه اللحظات مع هملول. هملول وهملول، شاهين وهملول. شاهين وصل من الجانب الآخر من هجن الرياسة المستحيل بالسم أبو ذياب. ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز اللي قادم من الجانب الآخر أيضا وصول قدوم من هملول بشعار هجن الرياسة، يقدمه لنا أبو سعيد أبو الجمايل. ما شاء الله على الأحمر الخطر الذي سيطر على هذه الأشواط بقوة. مشاهدينا وتأتينا أيضا العلوم من ميدان المرموم مع الأحمر الخطر وشعار مؤسسة هجن الرياسة. التحية للجماهير، ونبشر الجماهير بهذا الأداء الجميل. المركز الخامس، الخامس وصل والقدوم وصل. هناك أيضا الناوي لسيدي صاحب السمو اللي وصل أول سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم، محمد بن المر بن مكتوم المكتوم مع السبوسي، مع أيضا سعيد بن عبيد، ووصول وقدوم من الناوي أيضا الذي وصل في هذه اللحظات. يتقدم في هذه اللحظات أيضا قدوم اختراق. هناك يا سلام يا سلام، جزيل وصل، جزيل وصل من هجن الرياسة مع الخبير مع عوض بن مبارك المهيري. يقدم لنا جزيل، الله. هناك ايضا الشعار العناوي الاخر في المركز الرابع، شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل الهيان. يتقدم عنيد، يتقدم الصادق فضل الامين. المركز الرابع او المركز الخامس، المركز الخامس. هناك ايضا غازي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد بو خليفة جمعة بن عتيق متواجد المحترف. نعود للصدارة، انتكسنا اتعدلنا وإلى المنصة، إلى خط النهاية ستريت لاين للفوت فينيش. الله يا الهواري، جماهير هذا الشعار تطالب بصورة واضحة، بصورة زوم والزوم الآن عبر الكاميرات الاتش دي العالية الجودة مع قناة ياس. الله يا هملول، هملول وشاهين، هملول من هجن الرياسة مع أبو سعيد أبو الجمايل والمستحيل أيضا مع شاهين في المركز الثاني. الله على الشوط، الله على الأداء، الله على الشوط. ينطلق هملول، تنطلق هذه الأمال. تحية خاصة ونهني جماهير هذا الشعار الأحمر الخطر اللي يمر وعبر. شكرا أبو سعيد،
الشريف، شكرا ابو الجمايل، شكرا على هذا الاداء الجميل. المركز الثاني ايضا مهيج الرياسه مع المستحيل. المركز الثالث ايضا هناك مشاهدي الاعزاء وصول جزيل من هج الرياسه مع الخبير عوض بن مبارك المهيري. المركز الرابع هناك عنيد لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان. والمركز الخامس هناك غازي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد. لنا عوده للهواري والتوقيت الزمني. وصول هناك مشاهدينا التوقيت الزمني، شاهدنا هملول في الكيلومتر الاخير مع شاهين، قدم العرض الجميل من هجن الرياسه. تهانينا لمؤسسه هجن الرياسه وهذه المؤسسه العملاقه بهذا الاداء الجميل والاكثر من رائع بالفعل. وهذا هو الشوط الذي امامكم، 6:08 توقيت هملول. تهانينا لهج الرياسة، شكرا الظافر أبو سعيد أبو الجمايل. المركز الثاني 6:05 أيضا تهانينا لهج الرياسة، شكرا المستحيل أبو ذياب بالسم. المركز الثالث أيضا يأتي هناك مشاهدي الأعزاء جزيل 6:07 تهانينا هج الرياسة، شكرا الخبير عوض بن مبارك المهيري. مشاهدينا في كل مكان، شوط ينتهي وشوط يبدا بقوه. الحفل الكريم هناك الشوط القادم ويتابعه معكم الزميل الحبسي.